دخول أحمد أبو روب للمستشفى، شاهدوا المزيد من التفاصيل. شارك اليوتيوبر أحمد أبو روب بستوريات على صفحته بالإنستغرام من المستشفى. علق أحمد بي: أعتذر عن اختفائي، صار معي شي واضطريت أعمل إجراء جراحي بسيط. وحكى لهم إنه هو بعدين راح يخبرهم شو العملية اللي عملها. منتمنى لأحمد أبو روب الشفاء العاجل. ننهي فقرة الأخبار بستوريات أميرة. بين التصوير 2013-15، لكن بالنسبة لي الفرق مرة واضح، سواء في الصوت والألوان والدقة نفسها.